الاقتراح اللي انا بقدمه دلوقتي ده هو في الحقيقة صعب عليا ان انا اقبل بيه، زي ما انا عارف انه هيكون صعب عليكم انتوا كمان انكم تتقبلوه، بس عارفين بقى المضطر اللي ممكن ياكل الجيفة علشان مش يموت؟ وبيدي بقى لا بيدي عمرو. هو ليه نخلي صندوق النقد يرغمنا تحت شروط تعجيزية ومجحفة ويذلنا بالفلوس اللي هيديها لنا؟ وقال ايه؟ بيقول لك انه مراقب وشريك ليك في كل المشروعات اللي هتقوم بيها بالفلوس بتاعته في مصر. انا هعرض ليكم فكرة تانية، وزي ما قلت لكم قبل كده ان دي فكرة المضطر، وقد تكون الفكرة دي بقى هي المخرج من عنق الزجاجة زي ما بيقولوا. الفكرة باختصار قايمة على اننا نطرح مناقصة لشركات السياحة العالمية في حق انتفاع واستغلال للمتحف المصري الكبير لمدة 3 سنين مقابل 15 ل 20 مليار دولار أمريكي، مع العلم أن حق الانتفاع في القانون المصري بيعطي للمنتفع الحق في استغلال العين والانتفاع بيها ماديا، والقانون أيضا بيلزم المنتفع الحفاظ على الشيء المنتفع به والالتزام بالصيانة وجرد المنقول. وموضوع بقى طرح مناقصة للانتفاع من المتحف المصري الكبير لصالح شركات السياحة العالمية، الموضوع هنا هيكون مختلف شويتين، بحيث اننا هنحط هنا في العقد مجموعة من الشروط القوية جدا، شروط قوية جدا في العقد بتلزم الطرف المنتفع، وناخد كافة الاجراءات اللي نضمن من خلالها اننا نحافظ على سلامة الاثار دي وعدم المساس بالاثار دي او تعرضها لاي نوع من انواع الضرر من جانب الطرف المنتفع، وعدم الاضرار بالمنطقة الاثرية باي نوع من الضرر او التشويه. ممكن نأكد على ان شرط امن المتحف يكون تابع لينا، ودي حاجة مفروغة منها. كمان يتم تعيين لجنة استشارية من المتخصصين من المجلس الاعلى للاثار، واللجنة دي تكون مسؤولة عن المتابعة والتواصل الدائم مع الطرف المنتفع، بحيث اننا نضمن امن وسلامة المتحف وعدم تعرضه لاي ضرر. كل الاجراءات دي لو احنا قمنا بيها كفيلة اننا نحافظ على المتحف كمبنى وعلى سلامة الآثار نفسها اللي ما بتتقدرش بتمن. وعلى فكرة يا جماعة، احنا كده ما بنبيعش آثار مصر ولا بنطلعها في معارض خارجية بعيد عن عينينا، احنا هنا بنحاول نستخدم الآثار كبزنس مشروع علشان نخرج من الأزمة الاقتصادية اللي مش بيعاني منها مصر بس، ده بتعاني منها كل دول العالم، والآثار بتاعتنا بتعتبر مورد من موارد الدولة اللي يجب على الدولة استغلالها، ولكن ده لابد انه يتم في نطاق معين بحيث اننا ما نضرش بالآثار دي. ولو في خوف اننا نطرح المناقصة على المتحف كله، فاحنا ممكن نطرح المناقصة على مجموعة توت عنخ آمون بس ونجرب. عموما وفي النهاية فكرتي دي ممكن تحتمل الصواب وممكن تحتمل الخطأ، لكن انا شايف انها تستاهل التفكير فيها واننا نطرحها للمناقشة، واللي يهمنا في الاول وفي الاخر هي مصلحة مصر، ولو الفكرة دي بتعارض مصلحة مصر فاعتبروني ما قلتش حاجة، واللي فيه الخير يقدمه ربنا، وسلام عليكم.